همر في حياتنا بضيقات كتير. ضيقات ممكن تخلينا بعد ما نقول وصلنا نقول أسلوب. دول الضيقات في حياتنا هي انها تغير موقفنا منه. تقلل حبنا لي. ضيقات بنمر بيها متوقعين انه ملك هيمسك سيف ويحارب اللي بيزينا. فاكرين انه هيتدخل بالطرق بتاعتنا. وفي الاخر بيقول اسلوبه لانه ما بيجيبش حقي. لانه ما بيشوفش قليلي. ضغوط في يوم دخول يسوع اورشليم بعدت شعب كبير قوي عنه. فبكى لانه كان جاي لخلاص وجاي لفداء. لكن هم رفضوه. والضغوط ما زالت فيها نفس الرسالة. عايزة تشكلنا فيه. عايزة تبعدنا عنه. عايزة تبعدنا عن الكنيسة. عايزة تبعدنا عن الإيمان. هي نفس الضغوط. والضغوط احنا ممكن نستجيب ليها. ونقول أسلوبه. لكن ممكن الضغوط دي تخلينا نقرب من الله اكتر. ونقول له انت احلى صديق. انت امين. انت رائع. ومهما كانت الضغوط اللي بمر بيها مش هتفصلني عن محبه يسوع. والنهارده في رساله حد السعف. انت قدامك تستجيب للضغوط بطريقه من اتنين. لا اما بطريقه تعلن مجد يسوع عليك وملك يسوع عليك فتتملي بالنور وتتملي بالراحه وتتملي بالغفران والتصالح. لا اما ترفض يسوع وتتملي بالشكايه وتتملي بالخوف وتتملي بالانتقام. يمكن ايام المسيح ملايين اختارت الطريق الغلط. اختارت الانتقام. اختارت الكراهيه. اختارت رفض المسيح لانه ما بدهمش اللي هم عايزينه. لانه ما حققش احلامهم. بس سرعان ما اتبددوه وانتهوه. ورب النهارده عايز يكلمك في الضغط اللي بتمر بيه. ولك اوعى تخلي الضغوط اللي بتمر بيها تبعدك عني. اوعى تخلي الضغوط دي تخليك من جواك بتقول اسلوبه. اوعى الضغوط اللي بتمر بيها تبعد عن محضري فتتملي بالكراهيه وتتملي بالشر وتتملي بالخصام وتتملي بالغدر. اوعى. لان كل ده مش لخيرك. على قد ما قلبك مليان سواد. على قد ما قلبك مليان انتقام. انت اللي هتتأذي. اشتكيلي في ضيقتك. اشتكيلي في ضيقتك. انا عايزك تثق في ضيقتك. انا عايزك تملكني على حياتك في ضيقتك. مش عايزك تملكني على حياتك في غناك. مش عايز تملكني على حياتك في صحتك وشبعك. انا عايزك تملكني على حياتك في ضيقك وفي احتياجك. وتقبلني ملك. تقبلني ملك في الوقت ده. عشان انا عايز قلبك يفضي كده من جواه كل بغضة وكراهية وشكاية وتمرد وتشكك. اديني فرصة افضي قلبك ده. انا عايز املاه بالحب بالتسامح
بالنور بالبركة. أنا عايز أبلغ حاجات تانية، فلازم أشيل الأشياء العتيقة من قلبك. النهاردة الرب كده بيكلمنا رسالة خاصة في حد السعف، بقلب المسيح على حياتك في وسط الضيق، ملك يسوع وقول له أصلنا في الأعالي في وسط الضيقة، وما تسمحش إن الضيقة تحط في قلبك شيء من العالم. والنهاردة انتفض باسم الرب يسوع، وقف ذهنك، وقف قلبك، وقف لسانك على إنه يشترك في المؤامرة دي، وقول أنا في الضيقة أنا بعلن يسوع ملك. في الضيقة أنا هخلي يسوع يملاني بالرضا، يملاني بالغفران، يملاني بالحب، لأن أنا بختار يسوع ملك على حياتي في وسط احتياجاتي.